أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. ربنا يرحم أهلنا وإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم. اللهم أهلك الكيان الصهيوني، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم رد كيدهم في نحورهم. مهما تعدي الأيام، مهما تمر الشهور، هفضل أفكر نفسي وأفكركم بأبطالنا في الشعب الفلسطيني وأبطالنا في المقاومة الفلسطينية اللي لسه بيستشهدوا في سبيل الله وهم بيدافعوا عن أرضهم ومدنهم. هم دول الأبطال اللي بجد، هم دول اللي بيدافعوا عن قضية الحق. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا، بنتسحل في حياتنا، شغلنا، المذاكرة، الكورة، ولكن دايما بحاول أفكر نفسي قبل ما أفكركم بقضية الحق، قضية فلسطين، وبإذن الله ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم. كمان بندعي أهلنا في سوريا واليمن والسودان ولبنان وليبيا وكل البلاد العربية المسلمة، ربنا ينصرهم ويعينهم على كل ظالم ومعتدي. ندخل في حلقة النهاردة. أنا قلت لكم آخر حلقة إن أنا حاسس إن برمضان بعد، وأنا حاسس إن برمضان مش جاي، والموضوع مش محتاج ان انا اكون ليا مصادر جوه النادي وان انا اكون شغال في قناة النادي ولا في الادارة عشان اقدر استشف القصة دي، لان انا من خلال تجاربي ومعايشتي للنادي على مدار سنين وفكر الادارة وفكر التعاقدات في النادي، احنا مش هنجيب 2 لعيبة في نص الملعب في نفس المركز، واحد ب2.5 مليون يورو وواحد ب50 مليون جنيه، استحالة. احنا لسه ما وصلناش لمرحلة ان احنا بنعمل صفقات للتشكيل الاساسي والدكه بفلوس كتيره. ما احنا لا، احنا بندفع فلوس كتيره في اللعيبه هتيجي تلعب، لكن هتدفع فلوس في نفس الميركاتو وفي 2 لعيبه في نفس المركز، واحد يقعد دكه واحد يلعب، استحاله. فانا كنت متاكد ان لو جبنا الساعي مش هنجيب بالرمضان، ولو جبنا بالرمضان مش هنجيب الساعي وقد كان. قصه بقى، اصل النادي المجري عايز فلوسه كاش، انا ما اشتريتش الكلام ده لسبب بسيط. مبقاش في نادي بيبيع اللعيب وياخد كل فلوسه كاش، ممكن ياخد 50% من فلوسه كاش، 70%، لكن كل الفلوس مش منطقي خالص. انت حتى حاولت مع نيس تاخد فلوسك كاش في صفقة عبد المنعم، معرفتش. عشان كده نوصل في الاخر ان بن رمضان مش جاي، وعمر الساعي هو اللي جه بشكل رسمي للنادي الاهلي. طيب هل احنا كده عملنا ميركاتو وحش؟ هل ده ميركاتو سيء؟ هنعمل ايه الموسم اللي جاي؟ احتياجاتنا، حلقة النهاردة هنقيم فيها الميركاتو، ونقيم فيها الاحتياجات اللي احنا محتاجينها، ونقيم فيها طريقة التعاقدات عندنا واشتغلوا ازاي والفلوس والكلام ده كله. عندنا النهاردة كلام مهم جدا جدا جدا. لو انت ما تتفرج عليا اعمل سبسكرايب ولايك وشير وفتح جرس التنبيهات، ويلا بينا ندخل في التفاصيل. خلونا نتفق ان عدم انضمام بن رمضان مش نهاية العالم، مش هو اللي كان هيكسبنا كاس العالم، وفي نفس الوقت الصفقات ما هياش غاية، هي وسيلة. انت بس بتجيب اللعيبة عشان تساعدك تاخد بطولات، وانت من غير بن رمضان ومن غير اي حد بتاخد بطولات. الحمد لله بقالنا سنتين بناخد الدوري وافريقيا وبنعمل كل حاجة، ولكن الجمهور عايز دايما الاحسن، دايما بيبص ان انا عايز الجودة الاعلى. انا السنة دي عملت حاجة، عايز اوصل لاعلى منها. طيب الجمهور بيفكر كده ليه؟ لان الجمهور شايف ان انت داخل على سنة فيها بطولتين على مستوى عالي وبتلعب مع ليفل اعلى، الانتركونتيننتال وكاس العالم للأندية في ثوبه الجديد ب32 فريق. الانتركونتيننتال انت هتلعب ماتش مع العين، يعتبر بعد ما هيكسب اوكلاند على ارضك وسط جمهورك. كسبت العين هتروح تلعب قبل نهائي في قطر والامارات لسه هيتحدد مع الكسبان من بطل امريكا الجنوبيه او امريكا الشماليه، اللي احنا دايما بنخسر من فلومينيزي زي السنه اللي فاتت عشان ما كانش معانا مهاجم، او بنخسر من بالميراس. لو كسبنا الماتش ده واحنا معانا فريق تقيل، معانا مهاجم جامد واجنحه جامده ونص ملعب فيه بن رمضان وامام، هنوصل نلعب النهائي مع ريال مدريد، وممكن ناخد الميداليه الفضيه اللي احنا مش عارفين ناخدها في كاس العالم لما كان ب6 فرق على مدار، يعني بنتكلم فيه من 2006 لحد 2024 على مدار 18 سنة. فانت المرة دي عندك فرصة ان انت تعمل اسكواد قوي تقدر يعني توصل بيه النهائي قدام ريال مدريد، وتقدر تعدي دور المجموعات في دور 32، ولو القرعة خدمتك تعدي دور 16. عشان كده الناس متضايقة، مش فكرة ان انا بالرمضان هيجي يجيب لي كاس العالم، لا، انا عايز اتقل الفرقة عندي عشان انا مش بص على الدوري الافريقي بس، لا، انا بص على الانتركونتيننتال وباصص ان انا اوصل اعدي دور المجموعات ودور 16 في دور 32 في بطوله كاس العالم للانديه.
احنا باصين لكده، الناس طموحها كده، كل شويه الناس طموحها بيعلى، لان انا مش كل شويه هوصل العب مع فريق من امريكا الجنوبيه واخسر، والعب على الثالث والرابع، احنا زهقنا. انا لو كان معايا مهاجم في كاس العالم الاخيره اللي في جده زي وسام، او وسام كان معايا اصلا في ماتش في لومينيزي كنت كسبت. الشوط الاول عملنا شوط جبار قدامهم، وضعنا فرص كتير، كهربا وبيرستو، ويعني لو كان معانا مهاجم كنا كسبنا عادي. فالناس خلاص عايزه بقى نعدي مرحله ان احنا ايه دوري افريقيا، لا انا عايز بقى اوصل العب نهائي انتر كونتيننتال وعادي دور 32، انا بقى ببص عايز اعلى، والاهلي علمنا كده. فاذا ما نلومش على الجمهور ان هو متضايق ان بالرمضان ما جاش، ولكن في نفس الوقت برضو هل الاهلي عمل مركزه ضعيف؟ انت دلوقتي عندك خط دفاعك تمام، مشي متولي، جبت يوسف ايمن، فانت اذا هنا عليت الجوده شويه. عبد المنعم مفيش اي مدافع في افريقيا يعوض غياب عبد المنعم، ولكن اعتقد ان اشرف داري هو افضل واحد يعوض غياب عبد المنعم، مش يعوضه لكن هو افضل المتاحين، فهي صفقه كويسه جدا تحسب للناس اللي جابوها، عشان نقول برضو اللي لينا واللي علينا. فاحنا كده عندنا في خط الدفاع اشرف داري، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، يوسف ايمن، تمام. الباك اليمين عندنا متقفل، الباك الشمال معلول اتصاب وكريم فؤاد اتصاب، فجبنا يحيى عطية الله لاعب دولي ولاعب تقيل على عيني وعلى راسي، برضو مش نفس مستوى معلول ولكن هو برضو افضل المتاحين. هنبدا بقى ندخل الدبيس او كوكا او عمر كمال يلعبوا مع يحيى عطية الله، فتمام. طيب نص الملعب، انت عندك دلوقتي ديانج مشي، فانا عايز اعوضه بلاعب الطبيعي ان كان يجي بالرمضان، ما جاش بالرمضان، جبنا عمر الساعي، فاصبح عندنا دلوقتي امام عاشور، قفشه، عمر الساعي، ثلاث لعيبه بيهاجموا او الحته الهجوميه عندهم اعلى شويه، وعندنا مروان عطيه وكوكا واكرم توفيق الحته الدفاعيه عندهم اعلى شويه، وعندنا بقى نيدفيد والسولية بين البنين، السولية يعني بتصاب كتير وكبر في السن، ونيدفيد غير مقنع بالنسبه لنا كلنا، وبالتالي خلاص في الوقت الحالي انت بقى عندك ثلاثه بيدافعوا وثلاثه بيهاجموا، وده بقى نص ملعبك. ولكن هل عمر الساعي لعيب كويس؟ اه لعيب كويس، لعيب يجي منه اه يجي منه، لكن ما نقدرش نعتمد عليه، مش هنعامله معامله بالرمضان، لا انت لسه محتاج تصبر عليه واحده واحده يخش مع الفرقه. صفقه سوبر؟ لا مش سوبر، لكنها صفقه كويسه للمستقبل، ولاعب يجي منه جدا وعامل موسم كبير، وانا بشوفه ان هو افضل لاعب نص ملعب في مصر رقم 8 بره الاهلي وبره الزمالك وبره بيراميدز، هو عمر الساعي. فهي صفقة مميزة جدا، ولكن هو مش صفقة سوبر هيجي يشد الفرقة مش بالرمضان، وبالتالي تعويض ديانج هنا ما كانش أفضل حاجة. كان ممكن الساعي يجي يخش مع بالرمضان، أبقى أنا كده عليت الجودة قوي على الدكة وجوه الملعب، ولكن أنا في الوقت الحالي ما عوضتش غياب ديانج، لأن ديانج بشوف إن هو كان قوة جبارة حتى ولو هو عنده نواقص. ندخل على الأجنحة، أنا عندي مشكلة كبيرة قوي في الأجنحة. إيه هي المشكلة دي؟ سيب حسين الشحات على جنب عشان هو أفضل جناح في الأربعة اللي موجودين. انا عندي بيرسي تاو، وعندي رضا سليم، وعندي طاهر محمد طاهر، اعتقد الثلاثه دول على بعض ما دخلوش اجوان اكتر من وسام الموسم اللي فات. نتكلم على ثلاث اجنحه في الاهلي مجموع اهدافهم السنه اللي فاتت في كل البطولات لم يتجاوز اهداف وسام ابو علي، فانا هنا اقدر اقول ان انا عندي مشكله في الاجنحه. انا كمان مشيت عبد القادر الجناح الخامس، وكريم فؤاد اتصاب، فبقى عندي الاربعه دول، وعندي عمر كمال، ولكن عمر كمال برده مش هو الجناح اللي هيجيب لي 10 12 جون في الموسم، ممكن الراجل يجي منه، ولكن هنتكلم بقى على اللعيبه اللي هما بقى دي مراكزهم الاساسيه. انا عندي اربع لعيبه، حسين تمام، وحسين برده كبر شويه مش هيقدر يلعب الموسم كله، فانا عندي ثلاث لعيبه، طاهر مستواه سيء بقاله 5 سنين، عندي رضا سليم لسه هشوف هينجح وهينفجر السنه دي ولا لا، وعندي بيرسي تاو ماتش او 10 لا، فأنا عندي كارثة في مركز الجناح. طيب الكارثة دي تتحل ازاي؟ ان انا كنت لازم اجيب لاعب سوبر محترف في المركز ده لازم، ومعاه كمان لعيب من الدوري المصري اللي انا شايف ان هو مصطفى زيكو، ابقى انا كده يعني خلاص ظبطت الحتة دي، بقى عندي جناح سوبر وبقى عندي لعيب من الدوري المصري زي زيكو اللي هو افضل اللعيبة المتاحة بره الاهلي والزمالك وبيراميدز. طيب نخش على خط الهجوم، وسام ابو علي وكهربا. لو وسام لا قدر الله اتصاب، كهربا بعيد قوي، فانا محتاج مهاجم عشان خاطر انا عندي بطولات السنه دي كتيره وبطولات تقيله. فاذا الاهلي بعيدا بقى عن رمضان، الاهلي محتاج جناح سوبر محترف ومهاجم سوبر، ماليش دعوه بقى فلسطيني ولا محترف ايا كان حتى لو تحت السن، ومحتاج جناح محلي. لو احنا ما جبناش الثلاث لعيبه دول، يبقى اذا الميركاتو بتاعنا مش ميركاتو مميز، هو ميركاتو تعويضي ومش 100%. انا عوضت
معلول وكريم فؤاد بيه عطية الله. يعني بص لعب واحد بس، عوضت عبد المنعم باشرف داري، بس اشرف داري مش زي عبد المنعم بس برضه هو افضل الخيارات المتاحه. عوضت ديانج بعمر الساعي، التعويض برضه انا شايف ان هو مش يعني عمر الساعي يخش كلاعب سكواد لكنه مش لاعب اساسي يخش يلعب، برمضان يخش يلعب اه، فهنا التعويض مش احسن حاجه. طيب انا مشيت عبد القادر ما جبتش حد، فانا هنا ما عوضتش. المهاجم ما علتش الجوده، الاجنحه ما علتش الجوده، اذا انا عندي مشكله في تعليه الجوده في الجناح والمهاجم، وعندي مشكله في التعويض في الجناح مكان عبد القادر. لسه الميركاتو ما خلصش اه، بس احنا دلوقتي بنتكلم على الوقت الحالي، يمكن كلامنا ده يحرك الناس. فانا في الوقت الحالي الميركاتو بتاعي هو ميركاتو تعويضي. طبيعي ان انت كنت تجيب برمضان كنت هتنقل نفسك من مرحله التعويض لمرحله تعليه الجوده، ولو جبت جناح ومهاجم فانت كده عملت ميركاتو بوم. طيب هل الميركاتو ده كان هيضمن لك ان انت هتاخد كل حاجه؟ لا، بس انت انت عملت اللي عليك. انت دلوقتي في مرحله ان الجمهور كله شايف ان انت قصرت في صفقه بن رمضان اللي هي صفقه مهمه جدا، فلوسها مش كتير، لاعب مهم جدا هيديك وتقدر تستفيد منه في البيع قدام. ما عندناش مهاجم قوي يشيل مع وسام، والاجنحه عندنا مستواها صعب جدا، وانت داخل على موسم فيه دوري دوري ابطال افريقيا واحتمال سوبر افريقي وانتركونتيننتال وكاس عالم الانديه، فانت كده كده تكسب فلوس. يعني انت كل ما تستثمر دلوقتي في لعيبه جامده، اللعيبه دي هتجيب لك ان شاء الله فلوس في الانتركونتيننتال وكاس عالم الانديه والسوبر الافريقي ودوري الابطال، هتجيب لك فلوس. هي القصه كلها انك ازاي تعرف تشتري وبكام، وعقود اللعيبه ما تبقاش عاليه، عشان لازم تبقى الفلوس اللي بتكسبها من البطولات اللي بتلعبها تكون مغطيه الصفقات والمرتبات. وهنا لازم اكون انا بقى بعرف اشتري وابيع واقيم مرتب اللعيب، ودي المشكله اللي عندنا اللي بتخلينا دايما ان احنا لما نيجي نخش في لعيب سوبر ما نعرفش نجيبه. ليه؟ لان احنا بيبقى علينا فلوس كتير اقساط وراتب عاليه للعيبه ما تستاهلش، واللعيبه بتمشي وبتاخد فلوس وهي ما تستاهلش. فانا لو بكسب مثلا في الموسم، لو انا السنه اللي جايه دي وصلت النهائي اخدت مثلا بتاع 4 مليون دولار من انتر كونتيننتال، وعديت دور 32 مثلا خدت عليهم مثلا قول يا سيدي 3 مليون، ادي كده 7 مليون، وخدت دوري ابطال بقى كده بنتكلم في 11 مليون دولار، ومثلا مثلا يعني سوبر افريقي خدت منه يا سيدي 1.5 مليون، بنتكلم ان انا ممكن السنه اللي جايه اخد تقريبا 13 14 مليون دولار ان لم يكن اكتر. في لسه انتر كونتيننتال ما اعلنوش عن الجواز بشكل رسمي، وحتى بطوله كاس العالم برضو ما اتقالش الارقام بشكل رسمي. فتخيل ان انا ممكن بالميت السنه اللي جايه اخد 13 14 مليون دولار، ده لو انا معايا لعيبه جامده. فاذا لازم استثمر دلوقتي عشان اقدر اكسب الرقم ده وممكن اكتر كمان. هل بقى الناس عندنا بيفكروا كده؟ معرفش. هل الناس عندنا بتفكر ان احنا كده كده بناخد الدوري وافريقيا باللعيبه اللي موجوده، فمش لازم اعلي الجوده، وانا كده كده هاخد لي هنا 2 مليون وهنا 1.5 وهنا مش عارف ايه، حتى لو روحت بدري بدري هتقضى؟ لو احنا بنفكر كده فده مش فكر جمهور الاهلي. احنا باصين زي ما قلت لك نوصل نهائي انتر كونتيننتال، نعدي دور المجموعات في كاس عالم الانديه، والكلام ده هيدخل لك فلوس كتير، هيغطي لك الصفقات كلها ومرتبات اللعيبه. بس هل بقى اللي بيفكر بيفكر ازاي وبيحسب لها ازاي، وانت بتشتري بكام وبتدي مرتبات ازاي؟ هي دي القصه كلها، دي مشكله اللي عندنا. فانا اعتقد ان الميركاتو الحالي بالنسبه لنا غير مرضي، لا كتعويض ولا حتى كتعليه جوده. وانا لو دخلت كده الموسم مش هقدر الوم كولر، خلاص الراجل يعني هو اخره دوري وافريقيا، لا هلومه في انتر كونتيننتال لو خسرنا من العين هنا على ارضنا وسط جمهورنا، ولا هلومه في كاس العالم. خلاص هبقى فاهم ان انت دوري وافريقيا هو ده تمامنا، خلاص هي اللعيبه اللي معاها تعمل كده. ليه بقى؟ لان انا عشان خاطر العب في كل البطولات دي لازم يبقى عندي دكه وتشكيل اساسي. فوجود محمد بن رمضان كان ممكن يبقى هو الصفقه الرابعه، ما كناش هنجيب مهاجم وجناح طيب خلاص عندك فرصه دلوقتي ما دام بن رمضان ما جاش وبيرسي تقوم مكمل، عندك فرصه تجيب يا اما مهاجم سفاح مع وسام، وانا الافضل بالنسبه لي اجيب جناح سفاح. ابقى انا كده ها دخلت الحسبه شويه، لو قدرت اجيب مع الجناح السفاح ده جناح محلي زي زيكو تبقى هايل، لو جبت معاهم مهاجم فلسطيني كويس ابقى انا كده شايف ان حتى لو بن رمضان ما جاش فالاهلي عمل ميركاتو قوي جدا جدا جدا. لو ايه؟ جناح سوبر محترف، مهاجم تحت السن افريقي كويس او فلسطيني مع زيكو،
ابقى انا كده عملت موسم ميركاتو مميز جدا، انا داخل وعارف انا عايز ايه وبص زي السنه اللي جايه. ده اللي هنشوفه بقى الفتره اللي جايه، لو ده حصل هنسقف للناس، ده ما حصلش هننتقد الناس اللي موجوده ونقول احنا داخلين السنه اللي جايه عارفين تمامنا فين، وما نحطش على كولر ضغوط ولا على اللعيبه ضغوط، وابقى انا عارف انا طالب ايه من الناس اللي موجوده. ده كده ملخص القصه كلها في الميركاتو وتقييم اللعيبه وتقييم الصفقات. انا قلت الموقف الحالي لحد النهارده 1/9، خلينا نشوف الايام اللي جايه مخبيه ايه. هل هنعلي الجوده عشان خاطر البطولات، ولا هنكتفي بهذا القدر ونقضيها جوه الدوري المصري؟ خلينا نشوف. دي يا جماعه حلقه النهارده، لو انت ما تتفرج عليا اعمل سبسكرايب ولايك وشير وافتح جرس التنبيهات. اشوفكم الحلقه اللي جايه، سلام.